بعد الماتش ما يخلص ابقى عارف ان فلان الفلاني ده هيبقى معاك في الكره ديت. حارس المرمى عليه دور مهم جدا في الكرات الثابته، والكورنر هيبقى عليه دور كبير جدا في عمليه التوجيه وعمليه التحفيز، ان كل واحد ما يبقاش فيه فرصه ان حد يطلع علشان ياخد كره عاليه في خط ال 18 بتاعنا، ودي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الحاجه الاخيره حضرتك بتتكلم يا كابتن عادل، دي اللقطات بعد انتهاء التدريب الاساسي النهارده للاعبي النادي الاهلي على ملعب المباراه والتوجه الى فندق الاقامه. التسديد والتسديد والتسديد، نستغل الكرات بتاعتنا واحنا بنهاجم، بنهاجم بشكل رائع جدا سواء من الاطراف او اخترق من العمق. والتسديد احنا شفنا في الفتره اللي فاتت الكل ولله الحمد بيسدد من مسافات بعيده ومؤثره وبين الثلاث خشبات. الاخر حاجه يعني رجاء في الكور الثابته يبقى هناك عمليه التامين وحراسه المرمى، لابد يبقى فيه عمليه التوجيه والتوجيه بشراسه، وعلى طول بنصح بعض. كابتن الفرقه عليه دور كبير جدا في المباراه ديت، ثم الهدوء والتركيز، وباذن الله تعالى النتيجه ايجابيه بالنسبه لنا بإذن الله. فوز وفوز وفوز باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن ماهر، ما ينفعش تكون واحد معانا من ابطال اول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي سنه 82 وما نسالكش على البطوله دي. فاكر التشكيل اللي لعب بيه النادي الاهلي؟ قبل التشكيله سامح، احنا قعدنا 5 سنين يعني في اخفاق بسبب ان احنا كانت خبرتنا قليله، افريقيا كانت فيها مليانه من النجوم الدوليين، كل فرقه فيها حوالي 6-7 لعيبه منتخبات، فكان في قوه وشراسه. وبعدين كمان اسامه الطيران، احنا كنا بنسافر طيران بنعاني المعيشه، الحاجات دي كلها كانت بتاثر علينا بشكل كبير. خالد بيبو وسمير عادل وحفظ القلب بيروحوا يجهزوا بالزبط كل الامور والترتيبات. لكن لما نضجنا بقى بدانا 82، هو ده المفتاح اللي فتحنا بيه، فضلنا ماشيين بشكل جيد جدا لحد ما قابلنا بطل غانا كوتوكو، كانت من الفرق الثقيله جدا في القاره الافريقيه. عايز اقول ان اسامه ال 17 18 لعيب اللي لعبوا المباراتين كانوا لعيبه دوليين. يعني لو تبص الصوره كده الجماعيه اللي احنا صورنا فيها في المباراه اللي كانت قبل المباراه اللي هناك، تلاقي 16 لعيب كانوا موجودين لعيبه دوليين. يعني عايز اقول لك اكرامي في حراسه المرمى، وكان مدحت رمضان وربيع ياسين ومرام امام ومصطفى يونس، وفي نص الملعب مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب ومحمد عامر ومصطفى عبده والخطيب ومختار. اسماء كلها لعيبه دوليه. والمباراه اللي هنا احنا بصراحه يعني فاكر انتهت كام هنا؟ 3-0 من افضل الاجوال اللي ممكن تشوفها اسامة بصراحه، علاء ميهوب وبعدين الخطيب بجوليل، يعني غير حاجه غير عاديه. عايز اقول لك اسامة ان اللعيبه بتوع كوتوكو قعدوا يبكوا في الملعب اول مره يخسروا. المباراه اللي كانت في كوتوكو كانت صعبه جدا جدا، ملعب صعب جدا، رغم انك كسبان في القاهره 3-3 رايح، لكن رايح هناك والامور رحنا هناك يعني كانوا بيسرقوا الكور مننا في التدريب، الجماهير بتقابلنا هنكسبهم 5 في الفندق واحنا نايمين في الفجر. وانت بتتكلم يا كابتن ماهر برضو، بنحط الساده المشاهدين معانا دي لقطات يعني لاعبي النادي الاهلي بعد انتهاء التمرين الاساسي النهارده على ملعب رادس، ودي يعني شايفين لقطة جميلة، دي إحدى الفتيات الصغيرين يعني واحدة من مشجعي النادي الأهلي وتحتضن إمام عاشور، ولقطة من اللقطات الحلوة. اتفضل يا كابتن. المباراة اللي هناك طبعاً 1-1 شايفين علم النادي الأهلي معاها كمان، وأكيد هتكون متواجدة بكرة إن شاء الله في ملعب رادس ويقدروا اللعيبة يفرحوا كل الجمهور أو كل الناس اللي هتكون متواجدة من جماهير النادي الأهلي في ملعب المباراة. ونتمنى إن شاء الله